أهلا بكم إلى حلقة جديدة من تحت الضوء. هل تنوي الولايات المتحدة التغيير في العراق؟ ماذا تعني الأنباء التي تحدثت عن إقرار قانون في مجلس النواب الأمريكي يدعو الرئيس الأمريكي إلى فرض عقوبات على الميليشيات والكيانات الموالية لإيران في العراق؟ سبق ذلك إعلان الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 4 شخصيات سياسية وميليشياوية في العراق، في حين كشفت صحيفة معرف الصهيونية أن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ألمح إلى أن سلاح الجو الصهيوني قام بقصف قاعدة للقوات الإيرانية في العراق، ما تسبب بمقتل ضابط وقادة إيرانيين كبار وعناصر من ميليشيا حزب الله. هذه الأحداث نضعها تحت الضوء للإجابة على تساؤلات تثار حول مصداقية وجدية المواقف الأمريكية من إيران ومدى الرغبة بالحد من نفوذها في العراق. لنتابع هذا التقرير. أيامه الأولى فتح الاحتلال الأمريكي في العراق الأبواب مشرعة لإيران كي تقوي نفوذها وتمد أذرعها وتفرض سيطرتها على الكثير من مفاصل الدولة، حتى باتت تتحكم بكل صغيرة وكبيرة في أرض الرافدين. لكن يبدو أن إيران التي وجدت الفرصة سانحة لتمزيق أوصال العراق وعدم السماح له بالنهوض مرة أخرى، فتمددت وتوسعت وتجاوزت أكثر مما سمح لها، فأصبح العراق حديقتها الخلفية وساحة حرب لتصفية الحسابات. مجلس النواب الأمريكي أقر بالأغلبية قانوناً يدعو الرئيس الأمريكي لفرض عقوبات على الميليشيات والكيانات الموالية لإيران والتي تهدد السلام والاستقرار في العراق، ويضع القانون على وزير الخارجية الأمريكي مسؤولية إعداد ونشر قائمة الجماعات المسلحة والميليشيات أو القوات العاملة بالوكالة في العراق والتي تتلقى مساعدة لوجستية أو عسكرية أو مالية من الحرس الثوري الإيراني. صحيفة معاريف الصهيونية كشفت أن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو لمح إلى أن سلاح الجو الصهيوني قام بقصف قاعدة للقوات الإيرانية في العراق، ما تسبب بمقتل ضباط وقادة إيرانيين كبار وعناصر من ميليشيا حزب الله. وكان معسكر تابع لميليشيا الحشد في ناحية أميرلي شرقي صلاح الدين قد تعرض لقصف لم يعلن عن مصدره، فيما نشرت المواقع الإيرانية صور أحد ضباط الحرس الثوري والذي لقي مصرعه جراء هذا القصف. من جانب آخر، فإن الخزانة الأمريكية أعلنت فرض عقوبات على 4 شخصيات في العراق، بينهم قياديان بميليشيا الحشد هما ريان الكلداني ووعد قدو، ومحافظان سابقان هما أحمد الجبوري محافظ صلاح الدين ونوفل العقوب محافظ نينوى، بتهمة انتهاك حقوق الإنسان والفساد في الوقت الذي تغض الطرف فيه بل وتتعامل مع كبار المسؤولين الفاسدين الذين تلطخت أيديهم بدماء العراقيين والذين يتربعون على هرم السلطة ويتلقون الدعم والتأييد من إيران. لكن ثمة تساؤلات تثار حول مصداقية وجدية المواقف الأمريكية من إيران وتدخلاتها في شؤون العراق وزعزعة أمنه واستقراره ومدى الرغبة بالحد من النفوذ الإيراني في خضم تباين المواقف والأحداث الدائرة في المنطقة. إذن تابعنا سويا مشاهدينا الكرام هذا التقرير الذي يتساءل في سؤال عام: هل تنوي الولايات المتحدة إحداث تغيير في العراق؟ أرحب بضيوفي الكرام في الاستوديو الدكتور جاسم الشمري الباحث السياسي العراقي، وأرحب أيضا بالدكتور أسامة بورشيد المتخصص بالشأن الأمريكي الذي سينضم إلينا فيما بعد، وأرحب بالأستاذ لبيد الصميدعي عضو التحالف الوطني المعارض. أستاذ لبيد مرحبا بك. أهلا وسهلا بك، حياكم. أهلا بكم ضيوفي الكرام. أبدأ معك دكتور جاسم الشمري، يعني هناك أنباء تحدثت عن إقرار قانون في مجلس النواب الأمريكي يدعو الرئيس الأمريكي إلى فرض عقوبات على الميليشيات والكيانات الموالية لإيران في العراق، كيف تابعتم هذه الأنباء وما حقيقتها؟ نعم، بداية تحية لكم ولمتابعي الرافدين ولضيفيك الكريمين. لا شك أن القرار أو يعني مشروع القرار الأمريكي هو لحد الآن هو مشروع قرار أمريكي تم الموافقة عليه في مجلس النواب الأمريكي، وربما يصدر في النصف الثاني من هذا العام،
هذا القرار يخول الرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب المزيد من الحرية في فرض عقوبات على شخصيات يقال أنها تزعزع الأمن وأنها تدعم الإرهاب في العراق. لو تابعنا أنه هذا ربما هنالك خطوات أمريكية سبقت هذا القرار والمتمثلة بفرض يعني تجميد أموال أو شيء من هذا القبيل على 4 شخصيات عراقية، وعليه أنا أظن أننا سنتحدث لاحقا عن هذه الشخصيات الأربعة، لكن هذا القرار الأمريكي هناك يعني من ينظر إليه على أنه وصاية أمريكية على العراق، وكان العراق اليوم قراره مستقل بعيدا عن التغول الأمريكي والإيراني. ولو كان في العراق سيادة حقيقية لفعلا يمكن أن نقول أن هذا القرار هو نوع من الوصاية الأمريكية. الولايات المتحدة هي التي أدخلت العراق في هذا النفق منذ عام 2003، وعليه هي تريد أن تثبت للعالم، ولحد الآن هي فشلت، تريد أن تثبت للعالم أن التجربة يعني بين هلالين الديمقراطية في العراق هي تجربة ناجحة، بدليل أننا سنعمل على تحجيم دور كل من له يعني أثر في زعزعة الأمن العراقي. أنا أعتقد أن القضية هي لضرب إيران، لكن السؤال هنا هل يمكن للولايات المتحدة أن تعيش بدون إيران؟ لو تخيلنا أنه لا يوجد إيران في المنطقة، لو تخيلنا أن أمريكا ستقلم أظافر إيران في المنطقة، هل هذا في مصلحة الولايات المتحدة؟ هذا أمر أبدا ليس في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية. المذكرات أو تقارير الأمن القومي الأمريكي كانت تقول أن المخاطر في الشرق الأوسط هي الصراع العربي الإسرائيلي ويعني الأنظمة الدكتاتورية. اليوم تقارير الأمن القومي الأمريكي تتحدث عن شيئين، الأول هو المنظمات الإرهابية والسنية بين هلالين، والثاني هو خطر إيران والميليشيات الشيعية بين هلالين التابعة لإيران. عليه النظرة الأمريكية أو الأمن القومي الأمريكي بدأ يتغير لمجريات الأحداث في المنطقة. هل هي إيران يعني فعلا عدو استراتيجي للولايات المتحدة؟ أمريكا قدمت الشيء الكثير لإيران في عام 2001، كانت أفغانستان فيها قوة معادية تماما للنظام في إيران، وجاءت أمريكا وأنهت هذا النظام. أيضا العداء بين الحكومة في العراق قبل عام 2003 والنظام الإيراني معروف، الحرب العراقية الإيرانية، أيضا جاءت إيران وأنهت هذه الحكومة. إذن يعني أمريكا تعمل على ضرب كل الجسور أو الموانع أمام التمدد الإيراني في المنطقة، وعليه في ظل هذا التناغم أو التخادم أو سميه ما تشاء يأتي من يقول أن الولايات المتحدة هي معادية لإيران. من يريد أن يقول أن هذا العداء حقيقي عليه أن يعني يأتينا بأدلة تؤكد هذا العداء. ما زلنا حتى الآن أمام نوع من التخادم بين الولايات المتحدة الأمريكية وطهران حتى لو صدر هذا القرار في النصف الثاني من هذا العام. طيب أرحب بالأستاذ لبيد الصميداي عضو التحالف الوطني المعارض ينضم معنا من السويد. أستاذ لبيد مرحبا بكم. كيف يمكن أن تفرض عقوبات أمريكية على شخصيات ميليشياوية أو سياسية، وكما هو معروف الحال يعني منذ العام 2003 من قام بتشكيل الميليشيات الاحتلال الأمريكي، كيف يمكن أن بعد 16 سنة أن يستصدر مثل هكذا قرار أو مثل هكذا مشروع أمريكي يعني تمت الموافقة عليه في مجلس النواب الأمريكي وربما يحول إلى الرئيس الأمريكي ليتم الموافقة عليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. في البداية هذا القرار إذا قرأناه بشكل دقيق، هذا القرار ليس هو لا يمكن أن نستقرأ منه بأن الأمريكان يقومون بعملية معاقبة أو بعملية استهداف جدية أو جوهرية للميليشيات السائبة في العراق. هذا القرار يأتي في إطار قانون ماجنيتسكي
بشكل عالمي لحقوق الإنسان والمساءلة. هذا القانون يخص يستهدف الأشخاص بشكل رئيسي، الأشخاص الذين يعتقد أو هناك دلائل بأن لهم علاقة بتمويل العنف وبتمويل أو بضرب الحركة أو العمليات الديمقراطية إلى آخر هذا الكلام، أو يستهدفون حقوق الإنسان. وبدأ القرار بشمول الأشخاص الأربعة الذين تفضلتم بذكرهم في تقريركم. ومن المعتقد أن هذا العدد سيزداد، وهناك كلام عن أن العدد سيستهدفون أكثر من 60 شخص آخر، من بينهم قيس الخزعلي. والقرار هو بالحقيقة هو تجميد أصول وممتلكات لهؤلاء الأشخاص المعنيين بالقرار بالعقوبات، تجميد أصولهم إذا كانت موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني هذا القرار بالحقيقة إذا دخلنا إلى تفاصيله وكل الاستثناءات التي تدخل في ضمن هذه التفاصيل، نراه قرارا باهتا ليس ذاك القرار الجدي، ولا يستهدف مؤسسة، وإنما يستهدف بشكل رئيسي كما ذكرنا يستهدف أشخاص. بالنسبة للميليشيات لحد الآن لم يصدر قرار من قبل الإدارة الأمريكية يمكن أن يسمى بأنه قرارا حاسما ويؤدي إلى استهدافها أو إلى ضربها أو إلى حل هذه الميليشيات. الأمريكان طلبوا من عبد المهدي أن ينزع السلاح عن حوالي 67 ميليشيا من هذه الميليشيات، وكل ما فعله عبد المهدي أنه أصدر قرارا إعادة هيكلة هذه الميليشيات ومحاولة دمجها مع القوات المسلحة، لكنه بعد أن زار إيران وعاد منها قال بالحرف الواحد الميليشيات لا يمكن حلها ولا يمكن دمجها. في هذه النقطة اسمح لي أستاذ لبيد أن أنتقل للدكتور جاسم الشمري. يعني في الوقت الذي تغض الولايات المتحدة الطرف عن الكثير من كبار المسؤولين الفاسدين أو قادة الميليشيات الذين هم متهمون من قبل حتى منظمات دولية بارتكاب جرائم ضد المدنيين وملطخ أيديهم بدماء العراقيين، يعني هؤلاء الشخصيات الأربع وتجميد الأموال ما علاقته بموضوع الاستقرار في العراق؟ يعني هو هذا الموضوع معقد حقيقة. يعني لو يعني يترك الكثير من المسؤولين الكبار المتهمين بارتكاب مجازر بينما يأتون على شخصيات ربما تكون ثانوية. يعني هو من أصول المحاكمات، يعني حينما تريد أن تثبت يعني جريمة معينة على شخص، إما بالاعتراف أو بالجرم المشهود أو بوجود شهود، يعني يمكن أن يشهدوا على شيء ما. هنالك الكثير من الشخصيات وربما منهم العشرات اليوم هم إما قادة أحزاب وإما أعضاء في البرلمان. هؤلاء هنالك نسبة ليست قليلة من العراقيين رأت جرمهم بالعين مجردة، وبالتالي معروف في المحاكمات، يعني يكفي شاهدين اثنين ممكن أن يعني يثبتوا جريمة على عدى جرائم أخرى يعني ليست هذه محلها. لكن أتكلم عن الجرم حينما نأتي بشاهدين يؤكدان أن هذا الشخص الفلاني قد ارتكب الجريمة الفلانية. العراق بعد تفجير مرقدين في شباط 2006 يعني صار ساحة للانتقام الإجرامي الطائفي. نحن لا يعني لن نذهب إلى أنه هذه قضية شيعية سنية، هذا موضوع آخر. نحن نقول هنالك فرق بين شيعة العراق والميليشيات التي تأتمر بأوامر خارجية لنشر فتنة طائفية بين العراق بين العراقيين. يعني الذي جرى، يعني هنالك صور مأساوية جرت في عام 2006 2007 2008، يعني حديث طويل عريض لا يمكن أن نقف عنده بسهولة جراء هذا التاريخ الإجرامي المخيف. يعني ربما في السنتين الأخيرة بدأت الأمور يعني تأخذ طابعا آخر، يعني لم نعد، يعني لا أقول أنه هنالك اليوم سطوة لقانون، وإنما تلك الصور، صور إدريل وصور التقطيع وغيرها من الأمور. يعني لو تذكرنا الآن صورة الشيخ حسن النعيمي الذي قتل بالإدريل في وزارة الداخلية العراقية،
لو تذكرنا المهداوي، الدكتور المهداوي الذي دخل إلى وزارة الصحة العراقية ولم يخرج منها لحد الآن، ومع العلم هو كان مدير صحة ديالى. وهكذا لدينا مئات الشخصيات، وحينها المسؤول الذي اجتمع به اليوم هو مسؤول لجنة أمنية في البرلمان، أحدى اللجان في البرلمان العراقي. إذن القضية ليست بحاجة إلى مزيد من العناء والتعب، وإنما بحاجة إلى قيادة. هذه القيادة تكون وطنية، القيادة لا تفرق بين العراقيين إلا على أساس مواطنة، وكل مواطن عراقي مظلوم وعنده أدلة على الظلم يمكن أن يقدم هذا المظلومية إلى لجنة تشكلها هذه الحكومة، وحينها نحن لسنا بحاجة إلى الولايات المتحدة. نحن ليس أمة قاصرة يعني أو دولة قاصرة يمكن أن تحتاج الولايات المتحدة. هذه السطوة الأمريكية أو التغول الأمريكي جاء لأن أمريكا تنظر للموقف على أنها هي التي جاءت بهؤلاء، وبالتالي هي التي تتحكم بهم. لو جاء هؤلاء بثورة على سبيل المثال، لو أنهم عملوا انقلابا على حكومة بغداد قبل 2003، لم استطاعت واشنطن أن يكون لها هذه السطوة. هنالك انقلابات في أكثر من بلد، لم نرى هذا التغول الأمريكي عليهم. لكن في المشهد العراقي الأمر مختلف، لأن الدبابات الأمريكية هي التي أدخلت هؤلاء وهي التي جاءت بهم إلى الحكم. عليه أنا أعتقد أنهم لا يمكنهم أن يفتحوا يعني فمهم ولو بكلمة واحدة مع واشنطن، لأن واشنطن لديها ملفات بل عشرات الملفات. يعني أنا عندي أدلة أن القوات الأمريكية الإجرامية كانت تقف مع بعض القوى الميليشياوية في لحظة تنفيذ الإجرام على عراقيين، وحينما يسألون لماذا لم تتدخلوا يقول نحن نريد أن نشعل النار الطائفية بين العراقيين. هذا أولا. وأيضا هم يريدون أن يأخذوا وثائق على هذه القوة، على زعيمها وعلى مسؤولها، وبالتالي يبقى هذا المسؤول وقائد الميليشيا وقائد الحزب تحت الكنترول، تحت السيطرة. إذن الولايات المتحدة لديها خطة خبيثة في العراق، حتى لو قتل ربع الشعب العراقي هذا الأمر لا يهم، المهم أن تنفذ الاستراتيجية الأمريكية في بقاء هذا التغول والتهديد الأمريكي لدول المنطقة بالبعبع الإيراني عبر الساحة العراقية. أنا أعتقد أن واشنطن تعرف ماذا تريد، والحكومة العراقية لا تدري أين هي، هل هي مع إيران أم مع العراقيين أم مع واشنطن، هي لا تدري أين هي. الحكومة العراقية مجرد نحن أمام إدارة قادرة يعني بشكل أو بآخر على توزيع الرواتب على الموظفين، وعلى ذلك أعتقد أن الملفين الأمني والسياسي هما بيد الميليشيات وإيران وواشنطن. أستاذ لبيد الصميدعي، ماذا تريد الولايات المتحدة من الحكومة في العراق؟ إلى أي مدى تتوقع أنها تريد أن تحدث فعلا تغييرا على الأرض؟ بالنسبة للولايات المتحدة، ما تريده الولايات المتحدة من العراق، تريد أن يكون هناك نفوذا محدودا لإيران في داخل العراق، وقد عبر عن ذلك خير تعبير ترامب نفسه إذ قال في نهاية شهر مايس الماضي، قال نحن موجودون في العراق في القواعد المنتشرة، كما نعلم هناك نحو 14 قاعدة عسكرية في العراق، قال نحن موجودون هنا من أجل مراقبة التحركات الإيرانية في داخل العراق. لم يقل بأنه يريد أن يقضي على النفوذ الإيراني في العراق، يعترف بأن هناك تحركات إيرانية، وهذه التحركات تمر عبر العراق إلى سوريا، وهذه التحركات تستهدف كثير من المكونات الاجتماعية في العراق، وأصبحت بعد الانتهاء من داعش أصبحت مخالبها تمتد إلى من الحدود الغربية إلى الحدود الجنوبية إلى الحدود الشمالية العراقية، فتوسعت وتوطدت هذه الميليشيات، والأمريكان يريدون أن يحجموا هذه الأدوات، لأن هذه الأدوات هي إيرانية ولاؤها ولاء شديد لإيران. وهناك علاقة أيضا بوجود هذه الميليشيات وب
مسألة الالتزامات الأمريكية لأمن الكيان الصهيوني. وتحدث تقريركم كما تفضلتم عن ضربات تقوم بها جهات ربما تكون الكيان الصهيوني أو أمريكا ولا يجري الاعتراف بها. هذه العملية بالحقيقة أمريكا باختصار شديد تريد أن يكون هناك نفوذا إيرانيا مسيطرا عليه، لا تريد أن يكون هناك سيطرة أو هيمنة كاملة لإيران على القرار السياسي ولا على النفوذ العسكري أو الهيمنة العسكرية كاملة على العراق. ليش؟ لأنه أكو مسألة لها علاقة بين العراق وإيران، هناك بين العراق والكيان الصهيوني هناك علاقة تاريخية، علاقة عداء. دائما العراق كان منطلقا بالحقيقة لتهديد أمن الكيان الصهيوني أو أمن الدولة اليهودية تاريخيا. وهناك التزام أمريكي لنتنياهو بتحقيق هذا الأمن. أريد أن أنوه هنا إذا سمحت لي وأستدرك بأن الميليشيات العراقية أو الميليشيات التابعة لإيران وإيران نفسها لا يمكن أن نتوقع منها أن تطلق طلقة واحدة ضد الكيان الصهيوني. نشكرك شكرا جزيلا أستاذ لبيد الصميدي عضو تحالف وطني المعارضة على وجودك معنا، لوجودك معنا في هذه الحلقة. أرحب بالدكتور أسامة برشيد المتخصص بالشأن الأمريكي. دكتور أسامة مرحبا بك. أهلا وسهلا. أهلا بك دكتور أسامة، ونحن سعداء بكم في هذه الحلقة. يعني نريد أن نعرف، يعني هناك عدة علامات استفهام حول مدى إحداث تغييرات أمريكية في العراق من حيث تحديد النفوذ الإيراني. هناك الكثير من المؤشرات تحدث عنها مراقبون، سواء كانت ضربة عسكرية تستهدف قياديين في الحرس الثوري الإيراني في أمرلي، وهناك أيضا قرارات ربما ستتخذ بمشروع داخل الكونغرس عن يتضمن شمول عقوبات لشخصيات معينة، بغض النظر عن ما يجري داخل أروقة المجلس النواب الأمريكي. ولكن هناك كيف يعني تراقب ما يجري في هذه المستجدات؟ بداية طبعا الإدارة الأمريكية الولايات المتحدة تدرك أن العراق سيكون أحد ساحات المعارك الأساسية في حال حدث تصعيد مع إيران عسكري. هناك قوات أمريكية في العراق، ثم أن العراق متصل بسوريا جغرافيا وهذا يؤثر على قاعدة النزف أيضا في داخل سوريا، القاعدة الأمريكية والتي فيها عدد أقل من القوات الأمريكية. وأيضا هناك الحديث طبعا عن وجود صواريخ إيرانية داخل الأراضي العراقية لضرب إسرائيل في حال حدوث تصعيد عسكري، ولذلك من هنا سارت هذه الشكوك أن هذه قد تكون ضربة أمريكية لهذه المعسكرات أو أنها قد تكون لهذا المعسكر أو أنها قد تكون حتى ضربة إسرائيلية. وهناك حديث أنه أن الذي ضرب أصلا هي مستودعات لصواريخ فاتح 100 الإيرانية، ولكن كلها تبقى طبعا في سياق التكهنات إلى الآن في ظل غياب المعلومة ونفي الولايات المتحدة رسميا أنها هي من قامت بهذه الضربة العسكرية. لكن طبعا يبقى الإدراك أن العراق سيكون إحدى هذه الساحات الأساسية للمعركة في حال حصلت. الإشكال الذي الموجود هنا أن إدارة ترامب إلى اليوم لا تملك مقاربة واضحة للوضع الإيراني. كان هناك خطأ في التقدير نتيجة أن قرار إلغاء الاتفاق النووي مع إيران إن كان قرارا شخصيا أكثر منه قرارا مؤسسيا. المؤسسة كلها كانت تقول بما فيها الاستخبارات والجيش أن الاتفاق يعمل بغض النظر على هذا الصحيح أم لا، لكن هذا موقف المؤسسة. الرئيس يريد أن يلغي ويفكك الإرث الرئاسي لباراك أوباما، وهذه إحدى المشاكل التي تعاني الولايات المتحدة منها، هذه الفوضى التي جاء بها ترامب إلى ذلك. لكن عندما وصل الأمر إلى معركة فإنه فوجئ بأن الإيرانيين إلى الآن صامدين في وجه الضغوط والعقوبات، وإن كان هذا لا يعني أن إيران ستبقى صامدة إلى الأبد، يعني رغم الحديث الإيراني يعني المتحدي، لكن عمليا إيران تعاني اقتصاديا بشكل كبير. فهي جزء من مرحلة التصعيد. وبالمناسبة هو إدارة ترامب أصدرت قبل يوم واحد من هذه الضربة العسكرية كان هناك إصدار قرار من وزارة المالية بتصنيف أربع شخصيات داخل الساحة العراقية، اثنان منهما قادة ميليشيات
واثنان منهما حاكمان سابقان او محافظين سابقين ل البعض العراقية. دكتور أسامة قلل من يعني أهمية ما اتخذته أمريكا من هذا القرار بفرض عقوبات على 4 شخصيات أو بتجميد أموالهم في البنوك وما إلى ذلك. يعني هل ترى أن الولايات المتحدة فعلا هي جادة بقضية التغيير في العراق؟ يعني مثل هكذا قوانين لا تحد من النفوذ الإيراني من وجهة نظر البعض؟ لا، هي هذه المعركة، لأن المعركة الآن ليست العراق تحديدا. لو كانت المعركة هي العراق تحديدا لرأيت مزيد من القوات الأمريكية في العراق، ولو رأيت ضربات لربما أكثر تتابعا للحشد الشعبي ولأي قوة إيرانية داخل العراق. لكن المعركة هي في مضيق هرمز، والمعركة هي مع إيران تحديدا، والعراق إنما هو إحدى الساحات، ولربما تكون هي رسالة. يعني إذا افترضنا أنها ضربة أمريكية وهذا احتمال قائم، لربما تكون رسالة للإيرانيين ولميليشيات الحشد الشعبي وحتى للحكومة العراقية أن الولايات المتحدة ستضرب أيضا داخل العراق، خصوصا إذا كان هناك نوع من التصعيد مع القوات الأمريكية الموجودة داخل العراق، وإيران هددت بهذا عبر ميليشياتها. فلا، هذا القرار ليس مصمما للضغط على العراق بشكل كبير، قد يكون هو بمثابة رسالة أكثر منها، يعني أكثر منها ضغطا حقيقيا على العراق. هي رسالة أننا مستعدون أن نصعد معكم أيضا. وطبعا العراق إذا قامت حرب والعراق كان أحد ساحاتها، للأسف طبعا أن العراق هو الذي سيدفع الثمن الأكبر، والمواطن العراقي هو الذي سيدفع الثمن الأكبر، لأن إيران وأمريكا سيتحاربان على أرض ثالثة، وسيتحاربان بدماء شعب ثالث. لكن هل هذا فعلا سيعني أن العراق ستكون هي الساحة؟ أنا أشك أنها بالنسبة للولايات المتحدة هي الساحة، لكن بالنسبة لإيران قد تكون هي الساحة، واليمن تكون ساحة ثانية، ولبنان تكون ساحة ثالثة، وربما قطاع غزة ساحة رابعة. هنا سيحدث التصعيد الكبير، وهنا ستكون المشكلة الحقيقية. إذا عدنا مرة أخرى وأخذنا التقارير الأمريكية الإسرائيلية أن هناك صواريخ الآن وضعت في غرب العراق على بعض موضوع الآن في استهداف إسرائيل من هناك، فإذا هذا سيعني حربا إقليمية، وسيعني أن العراق سيضرب ضربات كبيرة بغض النظر عن حجم الضربات التي تتلقاها إسرائيل. نعم دكتور أسامة، هناك الكثير من التساؤلات يعني تثار حول مصداقية وجدية المواقف الأمريكية، خصوصا أن الميليشيات هي مدعومة من إيران وقد شكلت أمريكيا بعد العام 2003. نتساءل بعد فاصل قصير، يعني إلى أي مدى كانت هذه الميليشيات قد نفذت فعلا ما كان مطلوب منها منذ عام 2003، وتحقق هذا الشيء الآن خلال هذه المرحلة؟ نجيب على هذا السؤال الذي سيقوم بالإجابة عليه دكتور جاسم الشمري بعد فاصل قصير، كونوا معنا. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، نسلط الضوء في هذه الحلقة عن التساؤل عن نية الولايات المتحدة إحداث تغيير فعلي على الأرض في العراق. وأستاذ دكتور جاسم الشمري، الميليشيات المدعومة من إيران في العراق، البعض قال إنها قد نفذت ما مطلوب منها إيرانيا، ولكن تحت غطاء أمريكي. إلى أي مدى ترى أن الميليشيات فعلا قد نفذت ما مطلوب منها إيرانيا، وهل هي داخل أيضا ضمن تنفيذ المشروع الأمريكي؟ والله مؤلم الحديث عن هذا الملف، حقيقة مؤلم جدا، لأننا حتى لو افترضنا أننا نتكلم بلسان الذين قالوا أننا بنينا دولة بعد عام 2003، يفترض أن تكون هنالك قوات أمنية بالبلد. هذه القوات الأمنية هي المسؤولة عن الملف الأمني.
الجيش له واجبات حماية الحدود، والشرطة والأمن واجبها حماية الداخل. هذا هو المتعارف عليه في العرف الأمني. لكن يبدو أنه الفوضى الموجودة في البلاد، يعني نحن نتكلم بضمير مواطن عراقي ليس ضد أي جهة، يعني نتكلم بالواقع. من يقول أن كلامنا على عكس الواقع ليأتي بما يخالف هذا الكلام. يعني نحن أمام دولة بنيت بغض النظر عن هذه الدولة، موقفنا منها من بناها هذا أمر آخر، نتكلم عن دولة قائمة. هذه الدولة قائمة، هم يقولون فيها وزارة الدفاع، فيها وزارة الداخلية، فيها رئيس وزراء اللي هو القائد العام للقوات المسلحة. يفترض أن يكون هذا القائد العام للقوات المسلحة هو المسيطر على الجيش والشرطة. بلحظة انهارت الدولة عام 2014، بعد 5 سنوات من الانسحاب الأمريكي، 3 سنوات من الانسحاب الأمريكي، انهارت الدولة بالموصل، ولكنه أكو جيش ولا يوجد أي قوة على الأرض. انهارت المقابل عشرات المقاتلين من داعش. كيف حدث هذا؟ هذا الأمر طبعا، هذا التساؤل لحد الآن لم يطرح ولم يحاسب القائد العام لقوات المسلحة على هذا الأمر أبدا. لحد الآن نوري مالكي زعيم مسؤول حزب الدعوة اليوم، وهو قائد كتلة كبيرة في البرلمان، ولم يحاسب على هذه الجزئية. تسبب بانهيار كارثة كبيرة، وبالمناسبة هو المسؤول عن سبايكر، لأن الذي تسبب بانهيار الأمن هو القائد العام لقوات المسلحة، ومن أصدر أوامر للجيش، وعليه هؤلاء جميعا هم الذين تسببوا بالكوارث التي يعني ترتبت على الانسحاب غير المنظم من الموصل وصلاح الدين وبقية المدن. وسط هاي الفوضى جاءت فتوى المرجع الديني السيد علي السيستاني بالجهاد الكفائي. هنا بدأ التشكيل الرسمي والديني للميليشيات. قبل ذلك يعني نحن أمام مرحلتين، المرحلة الأولى ما قبل الفتوى، والمرحلة الثانية ما بعد الفتوى. ما قبل الفتوى كانت هنالك ميليشيات موجودة بالمشهد العراقي. هذه الميليشيات على خلاف الدستور العراقي، المادة 9(2)(باء) من الدستور تقول يحظر تشكيل أي ميليشيا خارج إطار قوات المسلحة العراقية. ليرجعوا إلى الدستور، هذا النص موجود لحد اليوم، حتى اللحظة لم يغير الدستور. يحظر تشكيل أي ميليشيا خارج إطار قوات المسلحة العراقية، نقطة. هذه مرحلة ما قبل 2014. مرحلة ما بعد الفتوى، صرنا أمام قوات مسلحة تدعي أنها تريد تحرير هذه المدن من داعش. انتهت المعركة، انتهت المعركة مع داعش، وأعلن السيد حيدر عبادي الانتصار على داعش، وشكل كتلته المعروفة باسم النصر، على اعتبار أنه هو الذي حقق النصر على داعش. اليوم عادوا يتحدثون عن إرادة النصر، عمليات جديدة ضد داعش، إرادة النصر بديالة، صلاح الدين، الأنبار، صحراء الرابطة بين صلاح الدين والرمادي والموصل. أين النصر الذي تحقق؟ عليه هذه كل المؤشرات. أنا أريد أن أصل إلى نقطة، أين ثلث الميزانية العراقية التي تذهب للقوات المسلحة العراقية؟ أكبر فساد مالي وإداري موجود في العراق هو في القوات الأمنية. السيد أياد علاوي قال هنالك 250 ألف عسكري فضاء. في هذه النقطة دكتور، إذا سمحت لي أن أسأل دكتور أسامة برشيد. دكتور أسامة، لماذا لم يحاسب النوري المالكي أمريكيا؟ لماذا لم يحاسب يعني الكثير من المسؤولين الذين قاموا بإجراء أو يعني عمليات فساد، بصفقات فساد كبيرة في العراق تذهب ميزانية العراق أدراج الرياح، ولم يحاسب الأمريكيون أحدا من هؤلاء، بينما يتم يعني يكون الحديث عن عقوبات على شخصيات سياسية ميليشياوية لم تقم
هذه الجرائم الكبرى مثل نور المالكي الذي أدى من خلال سياسته إلى يعني جر العراق إلى معارك داخلية؟ يعني بداية هو الفساد جرى تحت عين الولايات المتحدة عندما كان الاحتلال المباشر موجودا، أيام ما كان عندما كان بريمر هو الحاكم العسكري للحاكم المدني للعراق، فهذا الفساد موجود منذ تلك الأيام، بل حتى الفساد طال المؤسسة الأمريكية، هناك المئات من الملايين من الدولارات اختفت وتم التحقيق فيها ولم يتم الإجابة إلى اليوم أين اختفت في داخل العراق. فإذا الولايات المتحدة لو أرادت أن تحاسب شخصية فاسدة مثل نور المالكي أو غيره فإنها ينبغي أن تحاسب نفسها أيضا، لأنها هي التي كانت تحتل العراق وهي التي جاءت بهذه الشخصيات وهي التي استعلت هذا الصراع الطائفي وفتتت العراق وأسست للحكم الطائفي في العراق، هي التي صنعت كل ذلك. ثم في مرحلة تالية أن الولايات المتحدة خصوصا في مرحلة أوباما كانت تريد الخروج من العراق بأي طريقة ولم تكن تريد أن تبقى متورطة في العراق، لكن أيضا حتى يتم هذا الخروج إذن لابد أن يكون هناك توافق مع الشخصيات القوية التي جاءت على ظهر الدبابات الأمريكية، وهذه الشخصيات هي التي كانت تملك القوة وهي مدعومة من إيران، بمعنى أن شرعيتها لم تعد أمريكية إنما شرعيتها أصبحت إيرانية. فإذا هو نحن نتحدث عن خلل سواء أمريكي من ناحية الفساد، ثم هناك خلل استراتيجي كبير تورطت فيه الولايات المتحدة بغزوها للعراق وإسقاط نظام صدام حسين وفتح المجال لإيران لكي تأخذ العراق والولايات المتحدة في داخل العراق ليصبح أداة استنزاف لها. فإذا هذه كانت يعني حقيقة فشل كارثي حقيقي للولايات المتحدة فيما جرى، لم يكن هناك مصالح كبيرة للولايات المتحدة بفتحها. ثم بالمناسبة في قضية ما يتعلق أيضا بالحشد الشعبي وأن الولايات المتحدة هي التي دعمت، نعم يعني حتى باراك أوباما لم يخفي عندما قال نحن لسنا الجناح الجوي العسكري لقوات ميليشيات الحشد الشعبي، إذن هو كان يقول أننا عمليا نحن الجناح العسكري الجوي لميليشيات الحشد الشعبي، لأن طبعا هو وقتها كان يريد أن يحجم نفوذهم ولكن أن يبقوا يقاتلوا لكن تحت سيطرة الحكومة العراقية ليس تحت سيطرة قادتها التابعين لإيران. لكن عمليا الكل يعلم كان بما فيهم باراك أوباما يعلم أن ميليشيات الحشد الشعبي ولاؤها الأول والثاني والثالث والأخير هو لإيران، ولكنه كان بحاجة لهم في حرب إيران في حرب داعش. وهنا المفارقة الأخرى أن لا ميليشيات الحشد الشعبي ولا القوات العراقية ولا حتى إيران استطاعوا أن ينتصروا على داعش لولا التدخل الجوي الأمريكي، بمعنى آخر أن إيران يعني رغم كل هذا الحديث عن قوتها ونفوذها وكذا لم تستطع أن تحسم معركة على أرض هي تسيطر عليها عمليا دون التدخل الأمريكي. فهو إذن كان التقاء مصالح، وهذا المصالح للأسف التي لا نتعلم نحن كعرب إلى اليوم، أنه دائما نتحدث عن هذا العداء الأمريكي الإيراني، العداء الأمريكي الإيراني، لكن كل التسويات تتم على حساب العرب دائما الماضي واليوم، ورأينا كيف تراجع يعني هناك طبعا. يعني العقوبات الاقتصادية التي فرضت أمريكيا على إيران، هناك الكثير من الأحداث جرت في منطقة الخليج وهناك الكثير من الاعتداءات الإيرانية أو الاستهدافات الإيرانية للمصالح الأمريكية في منطقة الخليج، ولكن لم تحرك الولايات المتحدة ساكنا تجاه إيران. في العراق تحديدا سياسة التخادم الأمريكية الإيرانية كيف ستكون في المرحلة المقبلة؟ يعني تحت رئاسة ترامب من الصعب أن نتوقع كيف تسير الأمور، لكن أظن أن ترامب عمليا لن يبتعد كثيرا عن سياسة من سبقه، بمعنى آخر أنه سيتم هناك تسويات مع إيران في المحصلة. إيران شئنا أم أبينا تملك قوة عسكرية وقادرة على إشعال حرب وكالة في المنطقة ككل، وهذه الحرب الوكالة متعددة الساحات. شئنا أم أبينا هذا هو الواقع، والولايات المتحدة حتى تقصم ظهر إيران لابد أن تدخل في معركة كاملة مكتملة الأركان. مكتملة الأركان أكبر من المعركة التي خاضتها مع العراق، بمعنى أن ضربات جوية لن تكفي، لابد أن يكون هناك قوات على الأرض. هي لن تدخل بمفهوم احتلال إيران لأنه جربت العراق وتعلم الثمن الذي دفعته، والعراق أصغر وأكثره سهل، أرض صحراوية منبسطة في حالة إيران هي بلد جبلية
وبلد أفخم وأكبر وعدد سكانها أكبر، هي تعلم الثمن الذي ستدفعه لو أرادت احتلال إيران. إذا يبقى أمامنا توجيه ضربات قوية جوية وبرية لإيران دون التورط باحتلال مباشر خاصة في المدن. هذه معركة مكتملة الأركان، الولايات المتحدة لا تستطيع أن تخوض معركة مكتملة الأركان اللهم إلا إن كان هناك تهديد حقيقي للولايات المتحدة. هذا يصعب تبريره، ما هو التهديد للولايات المتحدة اليوم؟ إيران لا تمثل تهديدا للولايات المتحدة، وإن أرادت أن تمثل وإن وصلت إلى مرحلة التهديد سيتم شلها نهائيا، إما بضربة نووية أو بضربة عسكرية ساحقة تقليدية. الكل يدرك ذلك والإيرانيون يدركون ذلك، ولذلك حتى هذه محاولة استفزاز أمريكا لتوجيه ضربة محدودة لإيران واشتعال معركة محدودة في المنطقة هي جزء من محاولة إيران إعادة إنتاج شرعية النظام داخليا، لأن النظام يعاني بشكل كبير داخليا بسبب المعاناة الاقتصادية. هذا هو الأخطر على النظام، وليس معركة تعيد إنتاج شعبيته وتحويل الأنظار إلى العدو الذي سيكون الولايات المتحدة. وهذا جزء من حسابات الولايات المتحدة التي يتم الحديث عن أننا لا نريد أن نعطي إيران هذه الفرصة لكي يعني تحرف الانتباه عن أزمة النظام داخليا. وإن كانوا طبعا هم يدركون أن هذه الأزمة لن تسقط النظام اليوم، لكنها تضعفه وتضعه في وضع أقرب إلى القبول بمساومة. اسمح لي دكتور أسامة أن أنتقل بسؤالي للدكتور جاسم الشمري. هناك رغبة أمريكية بتحديد النفوذ الإيراني في العراق، يعني من خلال هذه المستجدات، خلال هذه المرحلة. ما هي صور هذه الإجراءات أو المشاريع الأمريكية أو ما يتم يعني مداولته داخل مجلس الشيوخ الأمريكي؟ يعني أنا غير مقتنع بالعداء الأمريكي الإيراني، يعني حقيقة هذه أبدا ما يمكن أن أقتنع. من الذي قال أن إيران دولة عظمى؟ الرئيس ترامب قال أن إيران دولة عظمى. من الذي قال أن إيران تبتلع العراق شيئا فشيئا؟ الرئيس ترامب قال أن إيران تبتلع العراق شيئا فشيئا. من الذي صمت حينما أسقطت إيران الطائرة الأمريكية؟ واشنطن سكتت وطلع علينا والعالم كله كان يترقب ضربة أمريكية، وطلع الرئيس الأمريكي عبر تغريدة قال الحمد لله لم يصب أي شخص في هذا. لماذا يعني أظهروا عضلاتهم على العراق في تلك المراحل الماضية؟ لماذا هذا السعي الأمريكي يعني سماها الرئيس الأمريكي تقليم سلوك الإيراني؟ هذا كل ما مطلوب، كل ما تريده واشنطن هو السعي لتهذيب السلوك الإيراني، نقطة رأس سطر. هذا حديث يعني للإعلام أنه أمريكا ستضرب إيران بقنبلة نووية، وأن أمريكا لديها حصار قوي على إيران. أمريكا إن كانت جادة بالحصار على إيران لتغلق الحدود العراقية مع إيران، تركت أكبر منفذ للتبادل التجاري وتهريب العملة الصعبة وهو العراق. في كل مرة استثناء 120 يوما جديدا للتبادل مع العراق. إذن يعني هو يعني إما نحن مغفلين، وإما يعني هنالك أمور يعني لا نعرف. يعني ذهب الوقت الذي يعني يمكن للولايات المتحدة أن تضحك علينا. هذا الأمر ما عاد يمكن أن ينطلي علينا. أمريكا ضربت العراق بالتسعين أكثر من مرة ضربت، لأنها كانت جادة في تغيير نظام الحكم في العراق. لماذا لم نشاهد هذا الفعل مع إيران؟ لأن أمريكا غير جادة في ضرب طهران. وبالتالي أنا حقيقة هذا تعليقي على أمر، لا أظن أن إيران أمريكا جادة في العداء مع واشنطن. تفسر يعني ما نشرته صحيفة معرفة الصهيونية أن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو هو الذي ألمح أن سلاح الجو الصهيوني هو الذي قام بقصف الموقع العسكري في عمرلي وأدى إلى مقتل يعني عناصر في حزب الله. هذا بحث آخر أخي سمير، هذا بحث آخر. يعني إسرائيل اليوم بالمناسبة أقوى دولة بالشرق الأوسط هي الكيان الصهيوني، دعك من كل كلام. البعض يصف أن هناك ثنائيا، يعني الولايات المتحدة تعني إسرائيل، إسرائيل تعني الولايات المتحدة. وعليه نحن نتحدث عن قوة كبيرة موجودة في الشرق الأوسط وهي كيان صهيوني، بغض النظر نحن ننظر إليها عدو هذا أمر آخر، لكن هذه حقيقة الأمر.
يعني لو نظرنا الى الهجوم على معسكر الشهداء في أميرلي، يعني حقيقة إن كانت الضربة كما يقولون من داعش فهذه مصيبة. يعني من أين أتى داعش بطائرة مسيرة وضرب المعسكر؟ وإن كانت الضربة من إسرائيل فهذه مصيبة أخرى. أين الدفاعات الجوية العراقية؟ أين الرصد الجوي العراقي؟ يعني نحن أمام طائرة أجنبية مقاتلة دخلت. هناك أيضا قواعد أمريكية موجودة، لنفترض أن القواعد العراقية ليست بالمستوى المطلوب لكشف هذه. إذن القضية هي قضية مؤامرة على إيران. كل ما يجري يعني هو عملية نقل المعركة، يعني المعركة المفترضة، أنا لا أقول هي معركة حقيقية، أو التهديد بالمعركة أو الوعيد بمعركة مع طهران في الساحة العراقية. لماذا؟ لترهيب دول الساحة الآخر من الخليج العربي. هذا كل ما في الأمر. تبقى دول الخليج تحت رحمة واشنطن من أجل الابتزاز وصفقات بملايين الدولارات. لم تكن واشنطن تحلم بهذه الملايين من الدولارات. بموجب أو بفضل العباءة الإيرانية استطاع ترامب أن يحصل على أكثر من 500 مليار دولار من دول الخليج. من أين تحلم واشنطن بهذا المبلغ؟ إذن القضية قضية أموال، قضية تجارة. نحن أمام رئيس يمتلك سلسلة كبيرة من يعني الفنادق والممتلكات، هو تاجر قبل أن يكون رئيس جمهورية، فهو ينظر للسياسة على أنها حلب للدول. حتى مضيق هرمز قال أن الصين هي المستفيدة 90% من هذا المضيق، وعليها أن تدفع لنا من أجل حماية مضيق هرمز. إذن الرجل يعني رجل تجاري. دعك من السياسة، دعك من كل ما يقال. القضية قضية ابتزاز أمريكي لدول العالم، نقطة رأسها. شكرا جزيلا لك دكتور جاسم الشمري، ضيفي في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي. ونشكرك شكرا جزيلا دكتور أسامة برشيد المتخصص في الشأن الأمريكي لوجودك معنا في هذه الحلقة. وشكرا أيضا موصول للأستاذ لبيد السميدعي عضو التحالف الوطني المعارض. في أقل من نصف دقيقة، تفضل دكتور. أنا والله بس أحب أقول لأهلي في جنوب العراق، أقول لهم لا تكونوا محرقة للأحزاب الحاكمة في العراق، لا تكونوا محرقة لكذبة العداء أو الخطر، خطر داعش، ويكون أبنائكم محرقة في الحشد الشعبي لحماية المتواجدين في المنطقة الخضراء. فكروا بمستقبل أولادكم، فكروا بماذا قدمت لكم هذه الحكومات القابعة في المنطقة الخضراء. أي واحد منهم حينما يتمرض يذهب إلى لندن وإلى باريس، بينما أنتم لا تجدون حبة دواء في العراق. فكروا بهذه الحقيقة أرجوكم. القضية ليست قضية خلاف سني شيعي بين العراقيين، وإنما قضية أحزاب غلفت نفسها بغلاف ديني وتريد أن تبقى مسيطرة على المشهد العراقي، ونهبوا مليارات الدولارات بحجة أنهم يدافعون عن المذهب والطائفة والدين. فكروا بهذا قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه الندم، وعليه حينها سنكون جميعا سنة وشيعة من الخاسرين. أنا أتمنى عليكم وأنتم الحكماء العقلاء أن تفكروا جيدا، ولا تجعلوا أولادكم محرقة في الحشد الشعبي، واتركوا للحكومة هي التي تقود البلد، وهي كما تقول قادرة على ذلك. إذن شكرا لك دكتور جاسم مرة أخرى، ونشكر لكم طيب المتابعة مشاهدينا الكرام، وإلى اللقاء.